السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة معلومة مفيدة، أهلا بكم في فيديو جديد. يقرأ عليكم محمد نور الدين من القناة. مبدئيا قبل ما نتكلم في أي حاجة خالص، يا ريت اللي أول مرة يشرفني بالفيديو، أول مرة يشوفني أو أول مرة يسمعني لأنه مش شايفيني، يعني يا ريت تنزل تشترك في القناة حالا ليصلك كل جديد عن كل أخبارنا وكل فيديوهاتنا. اضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، ولو حضرتك متابعنا من زمان ومعانا على طول يا ريت اللايك المتين كالعادة. هنتكلم في الفيديو ده بإذن الله تعالى عن نتائج مباريات الأسبوع 15 من الدوري السعودي، والتي انتهت اليوم 25 يناير 2020، آخر مباراة للأسبوع 15 من الدوري السعودي. وهنقول ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب هدافي الدوري السعودي. نبدأ كده بسم الله. يوم 23 يناير كان في مباراة بين الفتح وضمك، انتهت التعادل 0-0، وبين أهلي جدة فاز فيها على الرائد 2-1، أحرز هدفي أهلي جد عمر السومة، وعمر السومة ده 84 و85، وهدف الرائد حرزه محمد فوزير في الدقيقة 66. الفيحاء يتعادل مع التعاون 2-2، النصر يفوز على الاتفاق 1-0 يحرزه عبد الرازق حمد الله، الوحدة يفوز على الحزم 5-1، والفيصلي يفوز على أبها اليوم 1-0، والسد الشباب يتعادل مع الهلال 0-0، الاتحاد يتعادل مع العدالة 0-0. ودي كانت اخر مباريات الاسبوع 15 اللي انتهت اليوم 25 يناير 2020. دي كده كانت نتائج مباريات الاسبوع 15 من الدوري السعودي. خلينا نشوف ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم. بالنسبة لترتيب الدوري السعودي، جاء في المركز الاول فريق النصر السعودي بعد لعب 15 مباراة احرز 33 نقطة. في المركز الثاني الهلال ب 32 نقطة، الأهلي في المركز الثالث في 29 نقطة، الوحدة في المركز الرابع ب 27 نقطة، التعاون في المركز الخامس ب 26 نقطة، الرائد في المركز السادس ب 26 نقطة، الفيصلي في المركز السابع ب 24 نقطة، أبها المركز الثامن ب 23 نقطة، الشباب في المركز التاسع ب 22 نقطة، الفيحاء في المركز العاشر ب 18 نقطة، الاتفاق في المركز الحادي عشر ب 17 نقطة، الاتحاد في المركز الثاني عشر. طبعا قلنا الشباب فوق، الشباب هو في المركز التاسع، هنا الاتحاد في المركز الثاني عشر ب 15 نقطة، الحزم في المركز الثالث عشر ب 15 نقطة، الفتح في المركز الرابع عشر ب 10 نقاط، العدالة في المركز الخامس عشر ب 10 نقاط، ودمك في المركز الأخير المركز السادس عشر ب 9 نقاط. ده كده كان ترتيب فرق الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 15. النصر المركز الأول، الهلال في المركز الثاني، أهلي جدة في المركز الثالث. تعالوا نتعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد الأسبوع 15. بالنسبة للهدافين عندنا في المركز الأول كالعادة بافيميتي جوميز لاعب الهلال برصيد 12 هدف، عبد الرازق حمد الله لاعب النصر في المركز الثاني ب 11 هدف، عمر السومة لاعب أهلي جدة في المركز الثاني أيضا ب 11 هدف، وفي المركز الثالث كارلوس دواردو لاعب الهلال بتسعة أهداف، في المركز الرابع جانيني تافاريز لاعب أهلي جدة بثمان أهداف، ومعه رومارينيو لاعب الاتحاد بثمان أهداف في المركز الرابع، أندريا ماستينور لاعب العدالة في المركز الخامس سبعة أهداف، ومعه ميتشل تيفريدي لاعب الفتح، وروني فرنانديز لاعب الفيحاء، هؤلاء في المركز الخامس بسبعة أهداف، أنسليمو دي مورايس لاعب الوحدة في المركز السادس بستة أهداف، وكارلوس ستراندبرغ في لاعب بستة أهداف أيضا لاعب الحزم، وعمر بقير لاعب أبها أيضا في المركز السادس بستة أهداف، سبستيان جوفينكو أيضا لاعب الهلال بستة أهداف في المركز السادس، ويوسف نياكاتي لاعب الوحدة، كل هؤلاء في المركز السادس بستة أهداف، أليوسيس لاعب العدالة في المركز السابع، وهيلدون راموس لاعب التعاون، وجلال الداودي لاعب الرائد، ومروان سعدان لاعب الفتح، هؤلاء في المركز السابع بخمسة أهداف، جوليانو لاعب النصر، وعمر خربين لاعب الهلال في المركز الثامن بأربع أهداف. يبقى عندنا في المركز الأول بافيمتي جوميز لاعب الهلال، المركز الثاني عبد الرازق حمد الله لاعب النصر ومعه عمر السومة لاعب الأهلي، وفي المركز الثالث كارلوس إدواردو لاعب الهلال.
تعرفنا معنا على ترتيب هدافي الدوري السعودي وترتيب فرق الدوري السعودي كما رأينا ترتيب الهدافين وترتيب فرق الدوري السعودي، وأيضا على نتائج مباريات الأسبوع 15 من الدوري السعودي. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة ليصلك كل جديد، وما تنساش تفعل زر الجرس وتضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك. لو عجبك الفيديو يا ريت اللايك المتين، ونراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.